ما تقدرش تزيد ولكن كيف راقبتي واش طوشون طايحه ولا شي حاجه ما عرفتيش؟ لا ما ندورش هذا عندي. دكتوره ربيع بهاء مندوبه وزاره الصحه على عمليه مقاطعه الحي حسني. اليوم تمت انطلاق الحملة اللي تلقح ضد الكوفيد اللي الحمد لله كتم في ظروف جد موفقة، لأن كانت تحضيرات مسبقة، تحضيرات لا من ناحية طبية ولا من ناحية تسجيل الناس المستفادين من التلقيح باش نشوفوا واش كاين شي حاجة اللي تمنع باش يستافدوا من التلقيح. والحمد لله نقولوا بأنه الأمور ماشية بطريقة مزيانة كما كنا كنتظروا. أنا طبيبة في هاد القاعة تنشارك في عملية التلقيح، وتنطلب من كل شي الناس اللي عندهم أكثر من 75 يجي يشاركوا، راه التلقيح موجود، ما يتخوفوا من حتى حاجة، كل شي إن شاء الله غيدوز بخير. راه الدولة دارت لهم التلقيح مجاني، وما كاينش لا شي كاع اللي عنده ما قدرش شي واحد يجيبو الجار ديالو أو العائلة ديالو، راه كل شي قريب لي. أنا ممرضة رئيسة بمستوصف الأزهري. الحمد لله تمت بنجاح، داك الشيء منظم، داك الشيء بواحد بواحد، وما لقينا حتى مشكل الحمد لله. كنديروا واحد البحث واش فيه شي سميتو حساسيه لشي حاجه، واش مريض بالسكر، مريض بالطونسيون، مريض بشي حاجه اللي تقدر تمنع الجلبه ما دارش، ولكن الحمد لله دابا ما لقينا حتى شي حاجه. راه خاصهم يجيو يجلبوا باش ربي يخفف علينا هذا الشيء، لان الجلبه غتحل لهم بزاف الافاق، والجلبه مهمه لان الناس خاصهم يجلبوا صافي. 1921 100 سنه وشهر وجيت عن هنا بالتلقيح، ولقيت الناس قبلوني مزيان، من القايد من الناس اللي وقفوا، الله يعمرها دار ويعمرها نقله، والله ينصر محمد السادس. لقاح جات مزيانه واستقبلوني الناس مزيان، لا من القايد ولا من الناس اللي مقابلين، الله يعمرها دار. كنطالب من الناس يبقاو الناس الموظفين اللي مقابلين بحال هاد المقابله هادي. صيفطوا لينا حنا الاولين الحمد لله، الشباب حنا هو الشباب الحمد لله، الله يعاون الجامعة. ولي سولوني على المرض، قلت لها عادي الحمد لله المرض، عادي السكر، الخزان، الشحمة في الدم، طانسيو، المعدة، مصران، الحمد لله. وهذه عطية ربي الحمد لله، فرحانين بها، أنا فرحانة بعطية الله اللي عطيني الله. قالنا المقدم جاي يدق علينا البارح في الليل، جاي يدق علينا وقال لنا رد التلقيح، وجينا تقدمنا هنا تبارك الله كل شيء مزيان. هي هنا في هذه البلاصه في كنجلبوا داك الشيء، داك الشيء زوين، ما كاين اللي يكلمك، ما كيدويك بشويه بشويه. حنا كون جبرنا الناس بحال كيلقحوا بحال هكا مزيان مزيان، الله يحفظهم حتى هما. بنادم راه حاجه واعره هذه، ماشي حاجه سهله، خصني الانسان يتقدم يلقح ويمشي بحاله، وما كاين حتى مشكل الحمد لله، كل شيء مستربي، كل شيء مقاد، داك الشيء ما كيفاش تعطل، ما كاين فاش يطير لك والو.